التعاون في المجال الزراعي من خلال نقل التكنولوجيا والخبرة في المجالات ذات الصلة، وإقامة الشراكة بين القطاع الزراعي الوطني والمؤسسات الوطنية الناشطة في المجال هدف أبرز لزيارة وزيرة التشغيل والتعليم العالي والمؤسسات الناطقة باسم منطقة مرسية الإسبانية. وشملت نشاطات اليوم الأول لزيارة الوزيرة لقاء مع وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد العابدين والمعييف، ووزير الزراعة يحيى محمد الوقف، ووزير الثروة الحيوانية محمد عبد الله والعثمان. جرت اللقاءات بحضور سفيرنا في مدريد بروفيسور كان بوبكر والمدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات آيسا تلام، وممثل المنظمات المهتمة بالقطاع الزراعي والظرف المختصة بالمجال الزراعي بمنطقة مرسية. وكان الجانبان الموريتاني والإسباني قد عقد اجتماعا بمباني وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية لبحث أوجه التعاون بين الطرفين. وخلال الاجتماع ألقى الأمين العام للوزارة كلمة ذمن فيها مستوى العلاقات بين بلادنا والمملكة الإسبانية. يسعدني أن أعبر لكم باسمي معالي وزير الاقتصاد والتنمية السيد عثمان مودوكان بكامل سروري وسعادتي بإشرافه اليوم على انطلاق هذه المشاورات التي تعد تتويجا للزيارة التي قام بها فخامة الرئيس السيد محمد الشيخ قسواني لولاية مرسيا في شهر مارس الماضي. إنه من دواعي السرور أن يتواجد هذا الكم اليوم من مدراء وممثلي الشركات الإسبانية المتخصصة في هذه المجالات، والتي أرجو أن تكون بداية لتتويج هذا التعاون بصفة تكون إن شاء الله لها الأثار الإيجابية على ولايتكم وبلادنا إن شاء الله تعالى. وأود أن أرحب بكم بهذه المناسبة، وأن أتمنى لكم مقاما سعيدا في بلادنا، وإن شاء الله تعالى تكون هذه الزيارة بداية للنجاح في جميع المسارات وفي هذه المجالات من بين مجالات أخرى يمكن تطوير التعاون فيها بين بلادنا وولاية مرسيا. وبدورها بيّنت السيدة فال ميغيليز أن الزيارة ستمكن من معرفة المقدرات وفرص الاستثمار في موريتانيا، مستعرضة أهم إنجازات إقليم مرسية في عديد المجالات خاصة المجال الزراعي ومدى تطورها الاقتصادي. وأشارت السيدة ميغيليز إلى أن موريتانيا والمملكة الإسبانية تربطهما علاقات متميزة في عديد المجالات.